يا ابو شبيب اخي الحمد لله والشكر بشتكر مطي لان القهوه وصلنا القهوه عشان القيلون عندي انت ما تدري لا اليوم وجهت رساله خطاب شديد اللهجه من مناح الاسلمي لعبد الرحمن الكليب اللي جو من عمان يوديني انا وياك اي مكان بس نطلع وكانه ابو كليب ابو عبد الله احس كذا احساسي يقول انه صوته الرساله وقال على خشمي احسه هو ما صوت يقول كذا انا احس انه حلف قال ما تروحون لا لا ما يسويها انا شوف اعرف ان قلبه الصغير لا يحتمل يعني لازم انا اليوم اخذت جوال الصباح من الاداره كلمت ابوي قال ابوي ودوهم المكه حلوه والله لا بس انا والله ما اقدر المكه ما اقدر كم هذه المكه لا وعد لي ناس لازم والله ما عاد ابي رحلات ابي بس قدام هالشاشه عندها الجمهور نبي التماكه الايام الاخيره مع الجمهور اي أيوة والله والله العظيم ما عاد احنا عقوتهم الانفاس الاخير للبرنامج صدقت ابي التماكه قدام الجمهور انتهى البرنامج ان شاء الله ما بنبي نسافر نجي ونروح ونستانس حاتم اجيك حاتم في جاء حاتم وعزوز كلهم موجودين ما شاء الله ما شاء الله يا دماء سموك يعود لو يعودك خيسران كتبت في الوصف لكسو لارج لا ابي وصف مثل الشعر اللي قبل يوصفون الجقوب يوصفون الطير يوصفون لا والله مره سمعت كلام اللي بنجد لا يا مال الجنه مع انه اختلف يقول ثلاث ما اذا الشاعر ما يضبط وصفه لا يوصفها الطير والناقه والبندق احنا والله بطبيعتنا انا والله ما وصفت انه يوم من الايام مثلا اني اطلع من ديره يعني يقول يا اخي انا صار علي قبل نوم اضيع واجد اضيع ضايع ما شبعت نوم ما نمت متى من تقريبا قريب العشرة بالله والله بكره ضارب الثاني يبدا 4 العصر يقول الله الله شعر الأماسي مدري كيف يقول خلاص ما يقول شيء و امشي بليل الخط متواسي وموتر ما في الفجر صار عليك الحين وموتري ما فيه موتر مني صار الخطافة والله هم من كبر تقديرك بصدري وبحواسي قمت اعرض كبر تقديرك على طول المسافة وقصيدة طويلة والله يمكن حول 25 بيت شو الطويلة؟ أطول قصيدة كتبتها كم بيت؟ أطول قصيدة كتبتها وأذكر أني ما نشرتها يمكن حوالي 40 بس شوف هو الشعر ترى ما يقاس بالكثرة كثر ما يقاس حتى في قاعدة أكيد أنا مر عليك يقولون قاعدة الكم والكيف يعني المسألة الشعرية لا تعني بالكثرة بكثر ما تعني بالمحتوى أحيانا في 10 بيت 12 بيت تكون أفضل من قصيدة فيها 80 بيت في بعض الشعراء كتبوا 1000 بيت مثل عندك فيصل الرياحي كتبوا 1000 بيت هو فيصل الرياحي هو شاعر حفظ له وشاعر عملاق الله يغفر له ويرحمه كذلك في بعض الشعراء يتحدى يقول والله أنا كتبت قصيدة طويلة مو مقياس قصيدة طويلة عموما أنا بسألك سؤال عشت طيب الله مبارك إذا النار حارة أنا صديق أيوة لا اليوم مش عندها على غير العادة من هو